نقطة حوار. ضغوط أمنية ومصاريف لا طاقة للأهل بها وإضراب معلمين واستبداد تعليم القطاع الخاص وتعليم قطاع عام تنوء بحمله الحكومات وهموم لا آخر لها في الموسم الدراسي العربي الجديد. هذا هو حواركم اليوم في نقطة حوار. لدينا كالعادة حوار موازي أونلاين. أحمد عبد الرازق من فريق نقطة حوار لديه المزيد عن هذا الحوار. أحمد نور، في حوارنا الإلكتروني اليوم هموم كثيرة حملها العام الدراسي الجديد للأسر العربية، سنتعرف على التفاصيل خلال البرنامج، وحوارنا ما يزال مفتوحا عبر كافة الوسائط، فشاركونا. نور، شكرا أحمد. بنا إلى الحوار من استوديو نقطة حوار. بدأ العام الدراسي الجديد في أغلب البلدان العربية وعاد ملايين الطلبة والتلاميذ إلى المدارس وسط تغييرات سياسية كبيرة في المنطقة وأيضا وسط هموم اقتصادية هائلة. أقساط الدراسة مثلا تعني في العديد من البلدان التزامات مالية، بلدان عربية أقصد، التزامات مالية فوق متناول ملايين الأسر. قطاع التعليم أحد بنود الإنفاق الكبيرة في الموازنات العامة، أي أنه عبء على الحكومات أيضا. في مصر مثلا إضراب آلاف المدرسين مطالبين بزيادة الرواتب وإضراب موظفي بعض الجامعات الطامحين لأوضاع وظيفية أفضل. وفي سوريا أوضاع التعليم أكثر قتامة وتحمل تحديات هائلة حسب اليونيسف. ملايين الأطفال السوريين عادوا إلى المدارس في ظل العنف في أغلب المناطق وملايين لم يتمكنوا من العودة. أضرار جسيمة لحقت بكثير من المدارس السورية، يعني بنية التعليم الأساسية نتيجة القتال، بينما أصبحت أخرى ملاذا ومأوى للمهجرين. ناهيكم عن آلاف الأطفال السوريين الذين حيل بينهم وبين مقاعد الدراسة في مخيمات اللجوء في تركيا والأردن ولبنان والعراق. في حوار اليوم، ما هي هموم العام الدراسي في بلدك؟ هل تمثل بداية العام الدراسي مصدر سعادة للطلاب؟ ما هو شعور الأهل الطامحين لحياة أفضل للجيل الصاعد؟ وهل تقوم المدرسة بالدور المطلوب منها؟ هل ينال قطاع التعليم الاهتمام الذي يستحقه من جانب الحكومة؟ وهل تؤيدون التعليم الحكومي أم التعليم الخاص أم تشتكون من كليهما؟ أهلا بكم، أنا نور الدين زرقي وجميع الفريق في الجاليري في زاوية نقطة حوار بغرفة الأخبار بانتظار مشاركاتكم بكل الوسائط، SMS، مشاركات مصورة أو على صفحات البرنامج وصفحاتنا الخاصة على تويتر وعلى فيسبوك. هذا رقم الحوار التليفوني على الشاشة 00-44-77-650-211 بانتظار الاسماس بالعربية رجاء على 00-44-79-1040-47. مجموعة من المتحاورين عبر الهاتف وفي مناطق من العالم بانتظار أن يشاركوا في نقطة حوار اليوم. أرحب بهايل بحبيج من منطقة حلب في سوريا، رضا الخصاوني في الأردن، عبد الإله العليوي من المغرب، وركان الجيحي أيضا في اليمن. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ بهايل بحبيج في سوريا. مرحبا بك يا هايل. مرحبا، مساء الخير. يسعد لي مساك يا هايل، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذي. خبرني كيف وضع العام الدراسي الجديد في منطقة حلب اللي هي منطقة معارك؟ والله الله يعلم بالمناطق اللي احنا فيها، تعتبر مناطق الساخنة الحين بسوريا. نعم. وأغلب المدارس بسوريا، يعني إذا أقول إنه أكثريتها هدم، صار للعائلات اللي ما حتى تطلع برات البلد لتركيا أو للأردن للاجئين. طيب اسمع هايل رجاءً، أنت في منطقة حلب، أنا بدي إياك تحكي لنا شو بيصير في منطقة حلب بالذات، يعني هل ثمة نسبة لم تستطع أن تعود إلى مقاعد الدراسة ونسبة تمكنت؟ ما هي الصورة لديك في منطقة حلب؟ تفضل. النسبة الأكثر أنا بمنطقة، لا نحن في منطقة صلاح الدين. أوكي. والنازحين إلى خارج صلاح الدين. طيب. بمنطقة صلاح الدين لا يوجد مدارس باقية، يعني كله هدم. بخارج صلاح الدين المدارس الموجودة صارت للأحن الأسر اللي يعني المشردين من ديارهم ومنازلهم. نعم. طيب. نعم سيد. لابد أن أسألك. أقول لك لابد 1% من العام الدراسي الحالي لا طفل يرجع للدراسة، لا يوجد. كم بالمية بتقول؟
1% ما رجع. احنا من اطفالنا واطفال اقاربنا والجيران والمنطقه اللي حوالينا ما في حد ارسل طفل للمدرسه خوفا مشيل عصير عنا. نعم. يعني القصف الطائرات وقصف المدفعيات وقصف بالقناصة. طيب. والحواجز الأمنية على مدار الساعة. طيب خليني أسألك سؤال آخر. الله يعلم بالحال. طيب شو عاملين أنتم كأباء وكأولياء أمور هؤلاء التلاميذ والطلبة؟ فكرتوا في شيء بديل أم أنكم مغلوبون على أمركم يعني؟ أو والله نحن في المدرسة اللي احنا موجودين فيها بعض الأطفال الموجودين معنا حاولنا نحن كأهل أن نحاول أن نكمل معهم، يعني نحاول في منسجم الدراسة الكتب القديمة المعون الموجودة بعض الدفاتر المأمنة لعنا نحاول أنه ندرس مثل يعني بيناتنا أنه كم طفل معنا في المدرسة حوالي في عنا 70 طفل. طيب بعد ال 70 طفل احنا حاولنا أنه نسيلهم مثل كل يوم ساعة أو ساعتين للدراسة. خليك معي يا هايل، أريد أن أسمع رأيا آخر. ركان الجباحي أو الجباحي بالأحرى، ركان الجباحي موجود في اليمن. ركان اليمن أيضا، اليمن كان هذا العام مسرحا لاحتجاجات لأعمال عنف ولا يزال. ألم يؤثر ذلك في خدمة التعليم اللي هي خدمة أساسية وحان الآن موسمها، موسم العودة إلى مقاعد الدراسة؟ ما الذي تحكيه لنا عن الموسم الدراسي في اليمن قبل أن تحدثنا عن أي ملمح آخر في حوار اليوم؟ الوضع الدراسي في اليمن هناك هموم كثيرة سواء في المدارس الأهلية أو في المدارس الحكومية بشكل عام. منها على سبيل المثال أن في المدارس الحكومية تتأخر صرف الكتب المدرسية تزامنا مع بداية الدراسة. كمل، أنا بانتظار أن أسمع بقية رأيك. إذن في تأخر في وهناك افتقاد روح الثقة والاحترام بين المعلم والطالب نتيجة للهيبة الذي كانت في السنوات السابقة. نعم. حيث يشعر المعلم أو الطالب أنها بدأت الانتحال تدريجيا وكادت غير ملموسة عند الكثير. طب إذن غياب الاحترام تقول بين المعلمين والتلاميذ، هل هذه ظاهرة تشمل اليمن كلها أم حالات استثنائية في نظرك؟ والله على يعني 70% يبدو هكذا. طيب خليك معي يا ركان، لأنني سأتحول الآن عبر الأقمار الاصطناعية إلى مخيم يايل داغي من أنطاكيا في تركيا على الحدود مع سوريا. من هناك معنا اللاجئ فردوس قسقوس وعائلته. سيد فردوس أهلا بك في نقطة حوار. أنا شايف الأسرة الكريمة معك وأنتم في وضع مهجرين لاجئين في تركيا. احكي لي كيف بدأ الموسم الدراسي عندكم وكيف يشعر هؤلاء الأطفال وهم محرومون اليوم من 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 عودة من العودة إلى مقاعد الدراسة؟ تمام. حقيقة الحكومة التركية لم تتجاوب معنا بمسألة التعليم خالص يا أستاذ. نعم. وسنة والعام الماضي راح على الطلاب وهالسنة كمان انتهى العام الدراسي على الطلاب، ما في تدريس خالص. ما فيش خالص، ما في تدريس من الحكومة التركية بالمرة، ما في أبدا. يعني كل هالمخيمات وليست هناك أبداً مرافق تعليم. هونيك ما في عنا ما في خالص أستاذ. نعم. أبدا خالص. طيب الآن أبدا والطلاب محرومون من التعليم خالص. طيب الآن أنتم كأهل في هذه المخيمات، أنا أعلم إنها مش ظروف مثالية في مخيمات اللاجئين، لكن هل بإيدكم شيء تعملوه علشان على الأقل تحافظوا على يعني جو الدراسة حتى يلتزم الأطفال ويعرفوا إن وراءهم تحصيل وتعليم لازم يظلوا على اتصال معه؟ حقيقة نحن عندنا كادر تعليمي كامل، بس الحكومة التركية ما عم تساعدنا بالموضوع، لأنه هذا بيحتاج وسائل وبيحتاج مدرسين وبيحتاج إمكانية حتى يحسن الطالب يتعلم. الحكومة التركية مقصرة معنا بهالمجال خالص. طب هل لأنكم تتوقعون أن تطول أوضاع هجرتكم لذلك بتشعروا بهذا القلق وتريدون أن الحكومة التركية التي تؤويكم في أراضيها أنها توضع ترتيبات لفصول دراسية للأطفال والتلاميذ؟ حقيقة نحن نطالب الحكومة التركية
يعني بالإسراع الفوري مباشرة بالتعليم، وهو هذا مطلب أساسي لكل السوريين ولكل اللاجئين بتركيا. نعم. نطالب المسؤولين والهيئة التعليم بتركيا للطلاب، لأنه حقيقة اليوم الطالب بهالسنتين يعني بيروح عليه المجال التعليمي كلياته. طيب الآن لابد أن أعود إليك سيدي، أنت الآن إذا كان الوضع بهذه الصورة من اليأس أو الصعوبة، هل أنت قلت عندكم كادر تعليمي، بمعنى في معلمين بينات السوريين اللاجئين في الأراضي التركية؟ نعم أستاذ، الكادر موجود. نعم الكادر موجود من جميع معلماته. طيب بجميع طوائفه، يعني في مدرسين موجودين، بس المدرس بده يتأهل لحتى يكون يدرس يعني. نعم. والطالب بده يتأهل حتى يعني يستوعب. طيب بده يكون معه مجال هذا التعليم، يعني انت بتعرف ظرف التعليم. نعم. بده يكون معه مجال. طيب السيد فردوس، لست ادري اذا كان بالامكان انك تطلب من اطفالك كل واحد يقول لي كلمه كيف بيشعر وانه وصل موسم التعليم الجامعي وهو مش قادر يرجع لمقاعد الدراسه. ممكن تبدا بالولد اللي على يمينك اللي بالقميص الازرق اذا في ممكن. من ابني محمد، خليه هو يحكي. لا خليه يحكي، اريد ان اسمع كيف يشعر محمد، خليه يحكي. تفضل يا محمد، كيف تشعر أنت وغيابك عن المدرسة وأشو تتمنى يا محمد؟ خليه قرب على الميكروفون. أيوة أحكي، قرب على الميكروفون. الميكروفون وين؟ الميكروفون اللي قدامه رجاء. محمد خبرني. تفضل تفضل. أيوة تفضل أحكي، قول تفضل. هون أحكي، هون. كيف تشعر؟ جينا من سوريا، كان سيس أن الجيش أشو، سيس أن الجيش أشو عنكم، أشو ما في عنكم، في عندكم سلاح ما في عندكم سلاح. أم صار يلحقنا الجيش، صار يلحقنا. خلي يحكي لنا عن التعليم يا سيد فردوس. بدي يمسكنا. أم هربت من التعليم. احكي لنا عن التعليم بالمدارس. بابا ايش بدي احكي في المدارس؟ تعليم، وايش بتتمنى انه ترجع على مدرستك؟ ايش بدي اتمنى؟ ارجع على مدرستي. اتمنى ارجع على مدرستي. طيب سيد قسقوس، أشكرك جزيلا. أشكرك على هالمشاركة، وأشكر كمان أهلاً. محمد، إحنا أسفين لأنه في صعوبة إن نتواصل معه. فردوس قسقوس من مخيم ييلداغ بأنطاكيا. سنعود إلى مزيد من الحوار التليفوني. ركان القبيحي تحدث عن عنصر مهم، وهو عنصر نوع من فقدان الاحترام بين الأطر وبين بعض التلاميذ. أطلب من السيدة رضا الخصاونة، وهي مديرة مدرسة في الأردن. سيدة رضا، يعني قبل أن أتطرق معك إلى مشاكل الموسم الدراسي الجديد في الأردن، أرجو أن أسمع وجهة نظرك على نقطة ركان القبيحي من اليمن في مؤسسات التعليم العام، علما أنك بمؤسسة تعليم خاص. ما السبب في شبه اليأس من نجاعة مؤسسات أو بعض مؤسسات التعليم العام في عدة دول عربية في نظرك؟ والله أنا بنظري أنه سببها هو يعني عدم اهتمام بعض المعلمين بالعملية التعليمية. نعم. وسبب دخلهم المتدني، فهم بيحسوا أنهم يعني قد ما أعطوا مو مقابل تعبهم. نعم. عدا عن هيك أنه يعني التعليم العام يعني كل الأطفال بيكونوا متواجدين من شتى المجتمعات، من شتى الطبقات، فكل واحد بيأثر بالآخر بطريقة طيب. تفكيره بأسلوب حياته. طيب أنت أتيت. نعم. على نقطتين سيدة رضا هنا. النقطة الأولى، نحن طبعا لا نناقش حال التعليم في العالم العربي، لكن وضع التعليم في المنطقة العربية عموما، وهي هنا لجوء كثيرا إلى القطاع الخاص، بمعنى أنه القطاع العام أصبح شبه ميؤوس منه عند بعض الأسر، لكن المعلمين مهما تكون ظروفهم يجب أيضا أن ينظروا إلى رسالتهم على أنها رسالة مهمة ولا يتهاونوا في مهمتهم، أم لا؟ أكيد المعلم قائد مجتمعي، يؤثر بمجتمعه، بيتأثر بقضاياه، وتأثير بينسد، يعني هدول التلاميذ اللي بيتلمذوا على إيده بالمستقبل رح يكونوا قادة تغيير وتأثير بمجتمعاتهم بالبصمة اللي تركها بنفوسهم. نعم. دوما أنا أقول إنه المعلم يعيش حياة أكثر من حياته.
طيب الان من قيم ومبادئ الاطفال. الان انت مديرة مدرسة في القطاع الخاص، يفترض انه القطاع الخاص يرفع العبء عن القطاع العام اذا كان في ناس قادرين على انه يروحوا للقطاع الخاص. لماذا في كل موسم دراسي في العالم العربي، في مصر، في الاردن، في المغرب، في كل مكان، يعمل القطاع العام جاهدا على استيعاب الطلبة وفي مشاكل من الطلبة والتلاميذ الذين يدرسون في مدارس قطاع عام؟ هو أكيد التعليم الخاص رافد مهم وضروري لتعليم العام ومكمل له. نعم. التعليم العام حق دستوري، يعني الدستور كفل للطفل حق التعليم عندنا بالدستور الأردني. نعم. فواجب على المدارس أن تستوعب الطلاب اللي عندها، ونحن واجبنا كمدرسة خاصة أن نكمل رسالة التعليم العام. طيب. مدارسنا. أوكي، أنت أشرت قبل في إجابتك السابقة إلى أنه مدارس القطاع العام تستوعب طبقات اجتماعية مختلفة، فيتأثر التلاميذ والطلبة ببعضهم البعض. هل معنى هذا أنه التعليم الخاص لأنه ليس مقدورا عليه إلا من فئات وشرائح اجتماعية معينة يصبح نوعا من التعليم الطبقي؟ لا، هو التعليم الخاص اكيد مو تعليم طبقي، لانه الاهل اللي بنشوف مصلحه ابنهم يمكن يشوفوا بالمدرسه الخاصه فرصه لتحقيق هذا الشيء. نعم. وبرضه القطاع الخاص كمان عرضه انه يجي يعني فئات من المجتمع كمان مثل غيره. نعم، لكن هناك اتهامات سيدة رضا، هناك اتهامات للتعليم، تعليم القطاع الخاص بأنه ربما لم يعد يهتم بشيء إلا بالربح وبالتالي لا يقدم إلا تجارة. أنا لا أعمم، لكن هناك تجارب في بعض البلدان. أقول إن ابقي معي سيدة رضا. عبد الإله العلوي، أنت أستاذ تعليم ثانوي في المغرب، مرحبا بك في نقطة حوار. عبد الإله العلوي في المغرب. سي عبد الإله، مرحبا بك في نقطة حوار. أنت أستاذ تعليم ثانوي، الآن هل يمكن أن تحدثنا بكل موضوعية عن الصعوبات التي يواجهها التعليم العام في المغرب، التعليم الثانوي العام في المغرب مع كل موسم دراسي جديد؟ لست أدري لماذا لا يرد عبد الإله العلوي من المغرب. سأعود إلى هايل بحبيج في سوريا. أستاذ هايل، سمعت السيد فردوس قسقوس على الحدود التركية السورية ماذا يقول بالنسبة لكم في منطقة حلب؟ أنت قلت أنت ولو حتى 1% من قطاع التعليم لا يعمل في هذه المرحلة، هل معنى هذا أنكم ستظلون يعني ستسلمون بالأمر؟ لا يا سيدي، أنت تعلم ولكل يعلم الحلب منطقة منكوبة، لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء، لا غاز، لا أي شيء لمقومات الحياة. حتى إذا كان الطالب إذا تريد أن ترسل إلى مدرسة، لا يوجد أي مستلزمات المدرسة. طيب هذا الشيء مفقود، ونحن بانتظار بهذا الشهر بمؤتمر الإنقاذ سوريا المزمة قامت الهيئة التنسيق. طيب لنرى طيب. ما هو الحلول المطروحة لهيئة التنسيق. نرجو ذلك يا هايل. سأعود بكم الآن إلى مخيم يايال داغي في أنطاكيا بتركيا على الحدود مع سوريا، ومن هناك عبر الأقمار الاصطناعية معنا اللاجئة سحر الدلاتي وهي أم لثلاث بنات. سحر تركت بيتها، تركت بلدتها جسر الشغور في محافظة إدلب هربا من القتال قبل سنة. سيدة سحر، ماذا تفعلين؟ لأنه سمعنا تجربة لاجئ آخر ويقول أنه مرافق تعليم في اللجوء التركي في الملاذ التركي ليس هناك الحد الأدنى، ما الذي تفعلينه لمواجهة هذه المعضلة؟ ما في حل، يعني ما في صعوبات، في صعوبات كثير، يعني ها السنة الثانية بتمرق علينا. نعم. وعندي كان شهادتين سنة اللي راحت، وهالسنة هلا ما في شيء، يعني للأسف التركي ما 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 بمشي حاله معي أنا، يعني مستقبل أولادي سنة على سنة عم بيروح، ويعني هذا طيب. بيألمني وبيألم كل الأمهات. أنا يعني أريد إنه بناتي لتقريبا. نعم سيدة سحر دلاتي، لابد أن أسألك وأكرر السؤال، بمعنى إنه السلطات التركية ما عملتش ولا
حتى حد أدنى من الترتيبات لتوفير يعني ولو أي نسبة من التعليم، حتى ولو إشي نموذجي يعني؟ لا لا، ما وفرت تركي، بس للأسف يعني تركي. طيب، طيب هذه مشكلة يعني، هذه من أوكي، هذه من مشكلة بالنسبة لك كأم أو لوالد البنات والولد مثلا. هل بتفكروا الآن بحل بديل؟ لأنه في النهاية مش راح تضيعوا تعليم الأولاد. يعني الحل البديل للأسف يعني، يعني أنا أم وصلت لمرحلة تقريبا لما عم بشوف بنتي لازم تكون هالسنة أول سنة جامعة لها ومتدمرة ومختلية لحالها، صار عندي ما بقى عندي حلم إلا أني أحلم أنه بركي بيتوفر لي بقى أطلع لبرا يعني. نعم. يعني لأنه صار أملي ضئيل بسقوط النظام، لأنه ما حدا عم يوقف حدنا، ما حدا عم يوقف حدنا، والكل متواطئ والكل عم يتعب. طيب أبدا، هل في ما بقى عندي حلم. طيب يعني حالة من اليأس، بمعنى أنه حتى ما فيش عندك قنوات في المخيمات يمكن أن ترفعي من خلالها شكوى أو 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 التماس أو شو ما كان يعني للسلطات التركية؟ يعني إذا الحكي بس حكي حكي حكي، عن جد ما وجعنا قلبنا من أنا ومثلي من الحكي، ما بقى في فعل يعني. أنا طيب، أنا مستنية لا الله بقى من عنده يفرج علينا، بس طيب أنا ما حدا عم يوقف حدنا. طيب يعني كنا متأملين هالسنة يكون في دراسة عربية، بس للأسف ما تحطمنا عند اللي عرفت أنه صار في تركي. طيب عظيم، بيقدموا دروس تركية فقط؟ بس دروس تركية بس. طيب الآن يعني أنت كأم، أنت كأم هو على راسي، أنا ما بنكر إيه، أنت كأم ما بنكر فضل التركية علينا، بس حقي أنا بناتي ولادي أنه يعني أنه يكون في شهادة، لأنه لو تعلموا تركي ما في شهادة، لغة هيدي. طيب طيب الآن أنت كأم ما عندكش أي فكرة كيف على الأقل يجب ألا يفقد ألا تفقد هؤلاء البنات اليافعات اهتمام بالدراسة؟ مش لازم ينقطعوا عن فكرة الدراسة والتحصيل وإنهم يتعلموا معلومات، يعني بتعمل شيء في البيت ولا ما فيش مجال؟ أو في الملجأ أو في الخيمة حيث أنتم؟ لا لا، في متوفر لنا نحن أشغال يدوية بالمشغل. نعم. متوفر تعليم القرآن للبنات، في شيء متوفر، بس أنا بدي مستقبل أولادي. أنا مثلي مثل غيري، حلمي أني كنت عيشتي بسيطة، أنه بس بدي أطلع بنات بولادي. نعم. أنه يتعلموا، أنا هذا حلمي البسيط كان، ما بدي كنت أكثر من هيك. شكرا لك جزيلا. أنا بتألم أني شكرا لكم، بس بتمنى أنه حدا يوصل رسالتي، أنه يعني حق بناتي أني أنا يوصلوا لأبسط حلم هني بيحلموا فيه، ما بدي أكثر من هيك. تشعري بنوع من اليأس الآن سيدة سحر؟ تشعري بيأس شيء؟ إيه للأسف، إيه للأسف للأسف للأسف، إيه طيب. للأسف للأسف يعني عم بيألمني كثير أني أنا متحطمة أكثر من أولادي، لأنه تقريبا اعتزلت بالأخير وعدت، وصار عندي تقريبا تعالجت من الاكتئاب مؤخرا. والله سيدة يعني سحر، نرجو أن تكون هذه التجارب وهذا الحرمان من التعليم يجد أذان صاغية في مكان ما إن شاء الله عشان تخلص مشاكلكم. شكرا لك سحر الدلاتي من مخيم ييلداغي من أنطاكيا على الحدود مع تركيا، بين تركيا وسوريا. سأعود إلى عبد الإله العليوي وهو مدرس ثانوي في المغرب. سي عبد الإله العليوي مرحبا بك، لسو أدري لم تسمعني من قبل، الآن حدثني بصراحة. حدثني شنو هي التحديات التي تواجهك أنت كإطار تعليم في مؤسسة تعليم عام؟ نعم. بالنظر إلى الدور المتعاظم للقطاع الخاص في مجال التعليم، وإلى النوع من لست أدري ستيريوتايب أو نظرة سلبية إلى حد ما نمطية إلى قطاع التعليم العام. نعم، للأسف النظرة هي كذلك شيء ما سلبية، وهي ربما يكون من خلال تجربتنا الخاصة، كما قلت التحديات التي نواجهها.
نحن نواجه تحديات من حيث البنية التحتية للتعليم العمومي. نعم. يعني نواجه اكتظاظ عام في الأقسام، هذا لا يمكن الأستاذ من أن ينجز أغلب أهدافه التي يسعى إليها. نعم. وبالتالي يعني مزاولته لمهنته صعبة شيء ما. طيب يعني سعد إله. شيء ما صعبة، ظروف التعليم العمومي. نعم. خلينا نقطة نقطة. حدثني بخبرتك كأستاذ. نعم. حدثني بخبرتك، ما هو العدد المثالي للتلاميذ في قسم في فصل دراسي ثانوي في نظرك؟ أتصور أن العدد المثالي لا يجب أن يتعدى 25 تلميذ على الأكثر، يعني هذا أرى مثاليا كهم ظروف مناسبة للأستاذ في شرط. كم هو العدد الذي تتعامل معه الآن؟ الآن يعني على الأقل ما بين 40 و 50 تلميذ. 40 و 50 تلميذ. طيب عدا عن هذا. نعم. عدا عن نعم. هذا تقول البنية. نعم. بنية التحتية يعني متهالكة، بمعنى ما فيش مصاريف، فيش نفقات عامة لصيانة وتطوير المؤسسات التعليمية. نعم هذا واضح. هل واضح المغرب هو دولة نامية؟ طيب نعم. هل صار انفاق على التعليم العمومي؟ نعم نعم. هل لمستم اهتماما من الحكومة الجديدة بهذا الموضوع؟ هل في ما يدعوكم للتفاؤل؟ ربما يعني اهتمام الحكومة الحالية هو ممتاز، يعني هي تريد يعني الجودة في التعليم، ولكن التدابير التي اتخذتها. طيب. هي تدابير يعني شيئا ما مفاجئة. طيب. لنا لم تحظى بقبول واسع هنا في المغرب. طيب لابد أن أحيلك على نعم. على القرار الوزاري بمنع موظفي ومدرسي التعليم الثانوي من العمل في القطاع الخاص، لأنه الانتقاد نعم. الذي يواجهه المعلمون والمدرسون هو أنهم لظروفهم ظروف عملهم غير المثالية ربما باعوا أو تخلوا أو تهاونوا، أنا لا أعمم، بعضهم يتهاون وينصرف إلى العمل في القطاع الخاص أو إلى تشجيع الدروس الخصوصية على حساب مهمتهم الأساسية. نعم يعني ربما قد يكون القرار هو منطقي من الناحية التحليلية، لكن الناحية الواقعية هو غير منطقي، لأنه قرار جزئي لا يراعي واجتماعي الأستاذ. فالأجور التي يتقاضى رجل التعليم المغربي أجور لا تسمح له بمواكبة التطورات الحافلة على مستوى غلاء المعيشة. إذا من الضروري بالنسبة للأستاذ أن يزاول في إطار قانوني حصص إضافية في مدارس خاصة. شكرا سعد إله. سعد إله أرجو أن تبقى معي وربما تشارك معي في حوار الراديو من نقطة حوار اليوم، لأن أريد أن 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 نضع الأصبع على كثير من النقاط في مسألة قطاع خاص وقطاع عام ومسؤولية معلمي ومدرسي القطاع العام والقطاع الخاص. أعود من جديد إلى مخيم يايا الداغي على الحدود السورية التركية، ومن هناك سنستمع إلى قصة لاجئ آخر هو محمد الجندي وهو طالب جامعي سابق من جسر الشغور في إدلب، وكان في السنة الثانية من دراسات اللغة والأدب العربي في جامعة تشرين بمحافظة اللاذقية عندما غادر سوريا قبل عام. مرحبا بك محمد، حدثني، انقطاع لا يستهان به في مسيرة تحصيلك الجامعي، هل حصل ثغرة كبيرة أم أنك قادر على مواصلة تحصيلك؟ السلام عليكم استاذي، برحب فيك وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلين. استاذ الكريم، نحن خرجنا من سوريا ومن جامعتي انا، ورأيت بأمي عيني كيف الشبيحة يصولون في جامعاتنا ويصولون ويجولون، وكانوا يحولوها الى معتقلات، يعني كي يحاولوا أن يخرجوا الطلاب منها، يعني بطرق كثيرة كي يحاولوا أن يكرهوك. نعم. أن تدرس أو أن تتعلم. طيب. لكي لا تأتي إلى الجامعة منعا للتظاهر. طيب محمد الجندي، خليني أسألك سؤال صريح، أنت طالب جامعي بمعنى أنك ملكت قرارك ولجأت إلى تركيا وتعلم أنه ربما ليس هناك من مجال لك أن تتابع تعليمك الجامعي في تركيا، كيف تنظر إلى مستقبلك الأكاديمي أو مستقبلك التعليمي؟ لأنه الآن صار تقريبا دخلت في العام الثاني. نعم سيد الكريم، أتينا إلى هنا إلى تركيا وحاولنا مرارا وتكرارا عدة مرات، يأتوننا مسؤولون أتراك من وزارة التربية أو من وزارة التعليم العالي. نعم.
هناك عناية بالتعليم بالنسبة للأطفال من سن الصف الأول إلى الصف التاسع. نحن كطلاب جامعيين يعني أستاذي مهمشين بشكل كامل. نعم. يعني لا يوجد أحد أن يصقل موهبتنا أو ولا وجد لنا شخص يعني لان كان من الأخوة الأتراك أو من الضيوف الذين يأتون إلى المخيم يعني سألنا ما هي دراستكم، ما هو طموحكم، ما هو إلى آخره. هم في تركيا هنا لديهم منهاج تركي. طيب. بعيد كافة البعد عن منهاجنا العربي. ما العمل؟ في إجابة قصيرة. ما العمل؟ كيف تتصور الحل؟ أنا قلت لك أنك تملك قرارك لأنك لست تلميذا في مدرسة ابتدائية. نعم. سيدي أنا أملك قراري، أنا لا أستطيع لوحدي أن أفعل شيئا. نعم. أنا أناشد الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ووزارة التعليم التركية أن يضعوا لنا منهاجا نحن الجامعيين قريب إلى منهاجنا العربي. نحن أستاذي نحن لأني بعيدين كل البعد عن المنهاج التركي. نعم. أنا أملك قراري بس أنا لا أستطيع الدراسة بهذه. شكرا لك محمد الجندي. محمد الجندي الطالب الجامعي السوري من مخيم ييلداغ في أنطاكيا عند الحدود السورية التركية. إذا كان ثمة من شيء استخلصناه من تجربة محمد أو من تجربة سحر دلاتي قبله أو من تجربة فردوس قصقوص قبلهما، فهي أنه منهاج التعليم في تركيا لا يسمح للسوريين الذين تقطعت بهم السبل في الأراضي التركية من أنهم يتابعوا دراستهم. تحدي كبير في الواقع. سأنتقل الآن إلى زميل أحمد عبد الرازق الذي يتابع من غرفة الأخبار مجريات الحوار الإلكتروني. أحمد، من أين جاءت يعني جل هموم العام الدراسي في العالم العربي كله؟ كيف تنوعت؟ نور، من الواضح أن هناك جانبا كبيرا من مشاركات اليوم تخص الوضع في سوريا والتي تشهد ظروفا غير عادية مع بداية العام الدراسي الجديد تؤثر بالتأكيد على العملية التعليمية، لكن المشاركات تتعدد وهي تأتي من كافة الأقطار العربية خاصة مصر، وتجمع كلها على أن العام الدراسي الجديد يحمل معه هموما كثيرة للأسرة العربية. طيب، ما هي المشاركات التي وردت إلى الحوار؟ إذا بدنا نخوض فيها بالتفصيل كيف نبدأ؟ نور، هذا واضح جدا أن المشاركات جلها يتركز على الوضع في سوريا وهو وضع صعب بالطبع كما أشرنا. نعم. محمد يقول في مشاركات له على صفحة الفيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك: الذهاب إلى المدارس في سوريا هو أشبه ما يكون بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، هكذا يقول. نعم. عثمان ملا يقول أيضا على نفس الصفحة: في سوريا لا يذهب الطلاب إلى المدارس التي قصف الكثير منها أو تحول إلى ملاجئ للأسر المهجرة وإلى معتقلات جماعية، وإن ذهبوا فقد يختطفون أو يقنصهم جنود الأسد المتمركزون على الأسطح. أيمن الدلاتي يقول على صفحة شارك برأيك: بالنسبة لوطن المنكوب سوريا لا يصح أبدا تسميته عاما دراسيا. أما في الأحوال العادية يقول: فأنا مع التعليم العام وضد التعليم الخاص على طول الخط، وأن يكون التعليم مجانيا بالكامل، هكذا يقول. نعم. وأن يتم تجريم الدروس الخصوصية بلا هواده. طيب أحمد، مثل ما سمعنا من هذه التجارب الحية من منطقة الحدود التركية السورية ومن هذه النماذج التي عرضتها، طبعا ظروف عودة إلى العام الدراسي ظروف قاسية في سوريا، لكنك تحدثت أيضا عن مصر وإلها همومها الخاصة بها. نعم نور، فالوضع في مصر بالطبع ما يزال يعاني من حالة من عدم الاستقرار أيضا، وهي تترك آثارها كما يبدو على العملية التعليمية من إضرابات للمعلمين إلى زيادة في المصروفات. وربما تعكس هذه المشاركة الطريفة التي كتبها محمد بيومي على صفحتنا على الفيسبوك مجمل هموم العام الدراسي في مصر، وهو يقول: هموم العام الدراسي بالنسبة للأم هي السندويتشات، أما بالنسبة للأب فهي الدروس الخصوصية والمصروفات. نعم. وبالنسبة للمدرس هي مكان المجموعات، والمجموعات نور هي الدروس الخصوصية في مصر. وبالنسبة للوزارة هي إضراب المدرسين والمدرسات، هكذا يقول. وبالنسبة للحكومة هي إدخال التعديلات في المناهج لتوافق دخول الإخوان في جميع السياسات. أما بالنسبة للدكتور مرسي يقول، وهو الرئيس المصري بالطبع، فهي إيجاد حل لكل هذه المشكلات. بيبرس المصري يقول على صفحتنا على الفيسبوك أيضا: نحن في مصر نعاني من تراكم المصروفات
ومحو عبارة مجانية التعليم وأنه كالماء والهواء وعدم قراءة المستقبل في عيون التلاميذ والعقم الذي أصاب التعليم حتى أنه صار بلا فائدة سوى كونه وجهة اجتماعية يبحث عنها ذوي العقول الفارغة، هكذا يقول. نعم. الشحات شتى يقول على صفحة شارك برأيك، 60% من شعب مصر 60% من شعب مصر لا يستطيعون الإنفاق الجيد على أبنائهم، والمدرسة المصرية لا تقوم بالدور المطلوب لأن أغلب المعلمين لا يعطون الطلاب أو لا يعطون للطلاب ما يستحقون إلا في الدروس الخصوصية. يا لطيف على الدروس الخصوصية. نعم. أحمد، الآن يبدو أن سوريا ومصر هما ربما أكثر البلدان العربية تأثرا بمرحلة التحولات الجذرية في المنطقة، لكن ماذا عن بقية الدول العربية؟ ما هيش عايشة في نعيم من ناحية التعليم طبعا. بالتأكيد طبعا المشكلة لا تتوقف عند مصر وسوريا، فهناك مشاركات كثيرة من دول عربية أخرى تعرض لمشكلات جمة. على صفحة على الفيسبوك كتب رامي محمد من اليمن يقول: مدارسنا في اليمن أو في جنوب اليمن يقول أصبحت مأوى للمشردين من إخواننا في أبين بعدما حدث لهم من قتل وتشريد، وباختصار لا يوجد لدينا مدارس، وإن وجدت فطيران السلطة يغرد فوقها صباح مساء. حيدر جابر من العراق يقول على صفحتنا على الفيسبوك: هموم العام الدراسي في العراق أولها المدارس نفسها لأنها قليلة نسبيا وتزدحم بالطلاب، كما أن كوادرها لا تملك الخبرة الكافية، هكذا يقول. أما مشاركنا السوداني هيثم عرشو فقد اختار أن يختلف في حديثه عن طبيعة المشكلات في السودان، فهو يقول: نحن في السودان لا نعاني من هموم في البيئة المدرسية، إنما نعاني، يقول، من استياء الطلاب من الدراسة وعدم رغبتهم فيها. شكرا لك جزيلا أحمد عبد الرازق، وعرض وافي وغني لما يعتمد به الحوار أونلاين. بإمكانكم أنتم أن تزوروا موقع bbcarabic.com صفحة شارك برأيك لمزيد من التفاعل بالرأي والتعليق مع موضوع حوار اليوم أو حوارات أخرى، وبينها بمناسبة إضراب المعلمين، الحق في الإضراب متى يكون مقبولا ومتى لا يكون مقبولا. الآن إلى نماذج، إلى مثال مصري لنقف على التحديات التي يواجهها الأباء والتلاميذ على حد سواء في فترة الدخول المدرسي. مجموعة من الآراء التقطتها كاميرا بي بي سي في شوارع القاهرة. يعني اللي معه 3-4-5 عيال بيروح المدارس، خد بالك، من أول يوم بيقول لهم عايزين دروس خصوصية، وأولياء الأمور مش معهم فلوس. الولد جاي يقول لي المدرسة عايزة تتفق معايا على درس دروس، لسه ما زال موضوع الدروس والاتفاق على الدروس والمجاميع والكلام ده، طبعا ده كتير قوي. هي دروس خصوصية اللي يعني بتلتهم مش اقل من ثلثين مرتب اي موظف في الجمهوريه ايا كان وظيفته، يعني اي كل اللي بتشتغل من دروس خصوصيه على جميع المستويات. انا باخد ده 5 دروس في الاسبوع الواحد، شوف الدرس الواحد بيكون بكام، وطبعا متاثر، يعني شوف هو بياخد اصلا مرتب كام عشان يدفع لي في الشهر كام، 20 درس. زي ما انت شايفني كده انا وليه غلبانه وعلى جد حالي، وجوزي برضه يعني معشتنا على جدين، اجيب بقى منين اللي ده كله بقى؟ اجيب الدروس الخصوصيه دي ازاي واجيب لها فلوس من اكفهم اكل ولا لبس ولا متروس؟ ضغط بيبقى جامد، الاب بيبقى شغال 24 ساعه ويقعد يدفع في فلوس، وبعد كده تروح تدفع مصاريف في المدرسه وانت ما بتستفدش منها باي حاجه. مشاكل لا مدرسين والكتب بس عاملين اضراب، وكمان المواصلات على النقل وحشه في المدارس، وجايين على ايام المدارس والنقل يعني يقف وعامل اضراب وكده. والمدرسين عندنا يعني مدرسين ميكانيكا ومدرسين رياضه ومدرسين عربي ومدرسين انجليزي عاملين اضراب عندنا. يعني اكيد لو زودنا مثلا مرتبات المدرسين ويعني ادينا لهم حقهم اكيد هم هيدونا حقنا برضه. مفيش الدراسه الكامله بتاع الزمان اللي كان فيه، مش قادره اقول ضمير، فدلوقتي كل حاجه بالفلوس عشان يمشوها، لكن المفروض من البيت وللطالب والمدرسين يكون يشتغلوا معاهم شويه. يا إلهي، كلام عن ضمير وعن فلوس في التعليم. بيني وبينكم الدروس الخصوصية هذه أخطبوط يزحف على ميزانية الأسر، ولي معه تجربة. على كل شكوى مرة وانزعاج واضح للأسر من الدروس الخصوصية، وأيضا إضراب المعلمين المدرسين نقطة حساسة، المعلمون أو المدرسون أو المربون عليهم مسؤولية أخلاقية لا يستهان بها، لكن يجب أيضا أن تكون ظروف عملهم معقولة. هناك من تعاطف منهم لأنه يجب أيضا ألا يقصروا في رسالتهم العظيمة التي لها قيمة وهم مسؤولون عن هذه الرسالة. عبر الأقمار الاصطناعية سأرحب الآن من القاهرة بالأستاذ سيد إمام ووكيل نقابة المعلمين المستقلة. سيد إمام،
الآن لاحظت معي أن بعض الملامة يلقى به على المعلمين في موسم الدروس الجامعي، هل مقبول أخلاقيا مهما تكون قساوة ظروف عمل المعلم أن يدفعه ذلك إلى التقصير في رسالته النبيلة؟ اعمل يا أخي عملك كما يجب وبعدين نشتكي وأضرب كما يحلو لك، لأن التعليم لا تقوي التعليم أجيال. تفضل. في الحقيقة احنا كنا لما بنيجي بنتكلم على شكاوى أولياء الأمور في بالنسبة لدروس خصوصية، طيب احنا لما طلعنا للإضراب، كنا بنقول ان على الحكومة ان تجعل المدرس أجرا عادلا، يجعله آمنا أجرا عادلا آمنا يكفل له عيشة كريمة، نعم، مقابل أن تجرم الدروس الخصوصية. فإحنا مع أولي الأمر ابتداء من المدرسة لحد البيت. طيب هل معنى هذا أنك ستستخدم مصلحة هذا التلميذ الحق في عناية وفي تعليم كما يجب وسيلة ابتزاز للحكومة؟ ربما كانت البلد في وضع ليست قادرة مع أنها تحسن ظروف عملك، هل يضيع التعليم حتى يتحقق هدفك أنت؟ عزيزي الفاضل، أن ثورة المعلمين هي من أجل الطالب أيضا. نعم، احنا المفروض ان احنا بنعمل ثورة في للمعلمين على اساس ان ثورة تؤكد على نهضة التعليم. اوكي، انت تقول هذا الكلام على نهضة التعليم ككل. انت تقول هذا الكلام الذي قد يبدو في ظاهره للبعض نظريا. خلينا نسمع محمد ملوك من مصر، ما هو التغيير والاصلاح الذي يريد ان يراه يجرى على التعليم؟ مرحبا بك يا محمد. مرحبا بك يا استاذ نور، ومرحبا بالبرنامج. اهلا بك. انا احب ان ارسل تحيه. تفضل. تحياتي اولا للشعب السوري في كل مكان، ويعني اقدم افاده ان لدي معلومه ان الرئيس محمد مرسي قام بمبادره لارسال مدرسين مصريين الى الحدود السوريه التركيه لتدريس التلاميذ السوريين في اللاجئين في سوريا. نعم، هذه إفادة أولا قبل موضوع التعليم في مصر. طيب نرجو أن ذلك، لأنه سمعنا في نقطة حوار اليوم الكثير من الأوضاع القاتمة بالنسبة للسوريين اللاجئين إلى تركيا، وليس فيها إلا منهاج تعليم تركي، والأفاق مسدودة بوجوه تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية أو الجامعية. محمد، بهمني في أوضاع التعليم في مصر، تحديات التعليم في الموسم الدراسي الجديد، حديثك عن المنظومة التعليمية التي تحتاج إلى تطوير، ماذا تقصد بذلك؟ لأن هذا هو الوقت للإصلاح والتطوير. تفضل. جميل. الأوضاع التعليمية أو المنظومة التعليمية في مصر يعني أعتقد أنها تحتاج إلى نوع من الإبداع في طريقة الإدارة التعليمية وإدارة النظام التدريسي بالكامل كيوم دراسي للطالب، من اول وجود التلميذ في الفصل او المدرسه الى نهايه اليوم الدراسي. نعم. هذا النوع من يعني الابداع في النظام الاداري الذي لا يكلف الدوله مصاريف، يعني هي فقط نظم اداريه مختلفه قد تؤدي الى تطوير التعليم بشكل كبير وبدون تكلفه اضافيه على الدوله. هذا من المسائل الواضحه في مساله التعليم في مصر. قبل ذلك اود ان اعلق على مساله اضراب المعلمين. نعم. الذي يعني اعترض عليه بشده، يعني مساله اضراب المعلمين جاء في وقت يعني من المعلوم من المنطق ان يكون قبل اي اضراب في العالم ان يكون قبله تهديد باضراب. نعم. اما ان يكون اضراب في وقت بدايه العام الدراسي في هذا الوقت فيكون في شكوك كبيره على هذا الاضراب. طيب تسمح لي يعني استاذي على المعلومات ايضا طبعاً. ان النظام محمد ملوك التعليم في واضح الفكرة محمد، لأنه الأستاذ سيد إمام وكيل نقابة المعلمين المستقلة يريد أن يعلق على ما قلته. تفضل سيدي. في الحقيقة أن إضراب المعلمين ما جاش فجأة، يعني هو كان ليه ترتيبات في الأول. إحنا اتكلمنا وتفاوضنا مع الحكومة بشتى الطرق. كان إحنا أول مظاهرة عملناها كانت في يوم 10/9/2011، ومن 2011 من ايام حكومه الدكتور شرف حصل انه تجاهل تام لمطالب المعلمين، واللي كان من شانها
رفع مستواهم العلمي والمادي. نعم. واحنا مش طالبين ماده بس، احنا مش طالبين فلوس بس، احنا طالبين ان هيكله التعليم، هيكله النظام التعليمي في مصر بكامل هيئته، تمام، ومحتاجين كمان ان احنا يبقى في ظروف عمل جيده للطالب والمعلم. طيب الان سيد محمد، لا نريد ان نجنح بالحوار الى مطالبكم، سيد امام، لا نريد ان نجنح بالحوار الى مطالبكم على وجاهتها واهميتها، اعطينا انت حل واقعي لمساله حرمان التلاميذ من 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 التحصيل ومن الدراسه، خاصه ان هناك ضغوط مثل ما قال محمد نفسه الى اسلوب جديد في هيكله قطاع التعليم، الى اعاده هيكله قطاع التعليم. ومعنا ايضا ابو نشوان من السعوديه، استمع الى ما يقول بعدين اسمع تعليقك. ابو نشوان في السعوديه، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام، تفضل سيدي باختصار. نعم، انا اريد ان اتكلم عن المنهج المدرسي في الدول العربيه. نعم، المنهج المدرسي في الدول العربيه تسيطر عليه احزاب او سياسات انظمه، فيجب مع التغيير الذي سعت اليه الشعوب العربيه ان يكون هناك تغيير في المناهج الدراسيه. نعم. لا اطرح هذا الراي يعني بشكل 100% في مصر، انا اعتقد في اليمن ان المنهج المدرسي مسيس الى حد ما، عندما يحكم حزب ياتي المنهج المدرسي مطابق لرؤيه هذا الحزب. نعم. اعتقد ضروري ان يكون المناهج، ان تكون المناهج المدرسيه في الوطن العربي مناهج مستقله تؤدي دورها، وتعرف وزاره التربيه والتعليم ما معنى هي الوزاره نفسها ما معناها. نعم. طيب لحظه معي ابو نشوان، لحظه معي. نعم. سيد امام، هل استنفدتم لانه شوف هذه كلها قضايا ملحه قد تصنف على انها ربما اكثر اهميه او اكثر اولويه مقارنه بظروف عمل المعلمين. انا اعلم جيدا هي معادله صعبه، المعلم المدرس المربي لن يدرس كما يجب الا في ظروف او في حد ادنى من الظروف المثاليه، لكن المشكله هي انه مصر مثلا مرحله جديده من التحول السياسي، تحول المجتمع، ماذا انتم فاعلون؟ احنا عايزين استراتيجية كاملة من الحكومة تمنح فيها الفرصة حكومة، بحيث ان يطلع خطة كاملة للتعليم. احنا مش عارفين استراتيجية الحكومة. نعم. في التعليم لحد دلوقتي هم عايزين ايه؟ نمنحهم فرصة ان هم يقدموا لنا استراتيجيتهم في المستقبل، هيكون التعليم شكله ايه؟ هيكون المعلم في المنظومه التعليميه هيبقى شكله ايه؟ وفي الحاله ديت نقدر ان احنا نتوافق مع بعضينا. النقابه المستقله كان ليها رؤيه محدده في التعليم، لكن لا احد يستجيب. حاولنا نقعد مع الناس، حتى الان مفيش تجاوب. الناس قعدت في الشارع في اعتصام. نعم. في الكلام ده كله. نعم. وللاسف الشديد محدش متجاوب معاهم. طيب خلينا نسمع ابو نشوان، ربما كان لديه شيء يريد ان يقوله. نعم. اي، المناهج المدرسيه في الثمانينات عندنا في اليمن افضل منها اليوم. في الثمانينات كانت هناك كوادر اجنبيه وكانت المناهج المدرسيه افضل، عندما تغيرت برؤيه الحزب الحاكم، عندما كان حزبا حاكما في اليمن، تغير المنهج الى الفشل، وبدا المدرسين. طيب. بالمحاصصه في الحزبيه داخل المدرسه، فانتهى التعليم تماما. اعتقد ان على وزاره التربيه والتعليم. طيب. في الوطن العربي. اوكي ابو نشوان، وضحت شاملة. طيب وضحت الفكره، ابقى معي. سيد امام الان فضل. مثل ما سمعنا في مجموعه من الاراء التقطناها في القاهره، شكوى مره. نعم. من دروس الخصوصيه، اعباء مالية على الأسر، وبعدين المدرس في القطاع الحكومي عندما ينصرف إلى تحسين ظروفه بالعمل في الدروس الخصوصية سيكون ذلك على حساب عطائه في المؤسسة طبعًا. التعليمية طبعا. وبعدين طبعا، لأن المدرس عامة لا يكفي أجره من الحكومة عشان يعيش عيشة كريمة، هي دايرة وكلها مقفولة وكلها بتخش بتنفذ على بعضها. نعم. سيد إذا إمام. إذا كنا أستميحك. نعم. عذرا لأن الوقت أدركني، سأدعوك أن تواصل الحوار معنا عندما نواصله عبر راديو بي بي سي، لأننا تهمنا آراء ذوي الخبرة. ننهي حوار اليوم بمجموعة من آراء الشارع الأردني حول مستوى التعليم في الأردن. لا زال التعليم عندنا يحتفظ ب
ميزة ممتازة ومستوى عالي ومستوى جيد ومستوى منضبط. ولكن يعني بلش أحس بعض مرات أنه في تراجع، تراجع من قبل الطلاب أو من قبل الجهات المعنية، أنه مثلا ما يكون فيها شوية رقابة على خلينا نحكي العلامات، الأشياء، التدريس، أنه يكون فيه محاسبة أشد. من كثرة الجامعات الخاصة والكليات الخاصة بدأ يخبط، يعني بحيث انه هاي كلها يعني مؤسسات ربحيه لا تعنى يعني بمستوى التحصيل العلمي للطالب، يعني همهم الوحيد جمع الفلوس كونها تجاريه. لكن مستوى التعليم الجامعات الحكوميه جيده، جيده جدا داخل الاردن، يعني بالنسبه للبلاد الثانيه نحن نعتبر كثير 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 متقدمين عنهم، انه تعليم كثير قوي، شهادات الجامعات تقريبا عندنا معترفه وكل البلدان العربية، بعكس البلدان لما احنا يجوا من برا لهون تلاقي انه مش اي شهادة معتمدة بالاردن، يعني مش اي شهادة يعني معتمدة. بلدان اخرى ربما تقول ذلك عن نفسها، نقد ذاتي صريح كل في هذه المجموعة من الاراء الاردنية. المسؤولية في التعليم متبادلة بين الاسرة والمؤسسات التعليمية، وهل صحيح ان جميع مؤسسات القطاع الخاص التعليمية لا تبغي سوى الربح ولا تقدم الا تجارة، مجرد تجارة؟ أعرف أنه هذا حوار وموضوع لن ينتهي أبدا. هذا الجزء من نقطة حوار انتهى في الغد. هل يتحقق للصوماليين الاستقرار والمصالحة التي يتطلعون لها منذ عقود باختيار الرئيس الجديد حسن شيخ محمود؟ الحوار متواصل أونلاين على موقع bbcarabic.com. تفاعلوا بالرأي والتعليق مع موضوعات أخرى، منها ماذا تحقق للفلسطيني بعد 19 عاما على اتفاقية أوسلو، والمسار الفلسطيني من عملية السلام في حالة شلل تام، وهل تجوز استثناءات على الحق في الإضراب، متى يكون مقبولا ومتى لا يكون مقبولا؟ واصلوا معكم الحوار، حوار هموم الموسم الدراسي على راديو بي سي بعد قليل. راديو بي بي سي بعد قليل. تحياتي أنا نور الدين زرقي، وإلى اللقاء.